ألو، مرحبا، أنا باندوي اللي عم يحكي معك أستاذ. جارة لنيها بالبناية. إيه عمي، عرفتك. أستاذ بدي أقول لك شغلة، نحن قررنا أنه نبيع بيتنا لنسدد لنيها مصاري القرض يلي لازم تدفعه. يا عم أنا بفهم منيح أنك أنت والمدام معتبرين نيها مثل بنتكن وأنك حابب تساعدها، بس وين بدك تروح بعد ما تبيع البيت؟ أنا بس عم بحكي كرمال مصلحتك عمي. رح نروح نسكن بشي مكان بالضيعة. المهم هلأ نسدد القرض يلي لازم تدفعه نيها للبنك، بس بتعرف صعب نبيع البيت بهي السرعة. رح دبر لكم حدا يشتري، بس لازم نتحرك بسرعة لحتى نلاقي زبون مناسب. إجراءات بيع البيت رح تاخد وقت كتير طويل مثل ما بتعرف يا عمي، ونحن فيك تقول عم نسابق الوقت لحتى ننهي هي القضية. لهيك قلي شو بدك نعمل؟ ايه، ونحن كمان هذا الشيء اللي خايفين منه، كل الأمور لازم تتم بأسرع وقت لأنه ما معنا وقت كتير، ومشكلتنا ما بنعرف كيف رح نقدر نلاقي زبون يشتري البيت بهالوقت القليل، لهيك دقيت لك. أنا فيني ساعدكم بهذا الشيء، إذا هي هي مشكلتك رح ساعدك لحتى تلاقي زبون بسرعة. عن جد؟ إذا فيك تعمل هالشي بتكون خدمتنا كتير. يا عم أنت هلأ عم توكلني بهي المهمة ما هيك؟ خلاص لا تأكل هم شي أبداً، أنا رح زبط الوضع ورح ندبر بيعة للبيت فوراً ورح نحط المصاري بالبنك. أستاذ هالشي منيح، بس هلأ نحن شو بدنا نقلها لنيها؟ رح قلكن الحل، أنا ببعت لها رسالة على أساس إنه من البنك وقول فيها أنه نزادوا المهلة شوي، وهيك بتنحل المشكلة. بس نحنا ما بيصير نكذب عليها بهالطريقة. يا عم نحنا عم نكذب عليها كرمال مصلحتها، وفيك تعتبرها كذبة بيضة يعني بتصير. أنت بس خليني استلم هذا الموضوع هلأ ورح حل أنا كل شيء. بس غالباً البيت ما رح يجيب سعر منيح، لأنه بين عليه أنه قديم شوي يا عم، وهذا الشيء رح ينزل سعره. بس بهي الحالة نيها بتخلص من نص المبلغ. يا عم تعرف رأيي شو؟ أنا حابب إلك يا بصراحة، أنت والمدام أشخاص مناح وقلبكن طيب، بهي الأيام العيلة الحقيقية ما بتعمل مثل اللي عم تعملوه، وانتو عم تاخدوا قرار مصيري مثل هاد بس لحتى تساعدوها للآن سنيها. هي تضحية كبيرة وما في كلام بينوصف يلي عم تعملوه. أنا صار لازم روح كمل شغلي هلأ، نتواصل بعدين.